من الشغلات اللي هتتكلموا بيها ان شاء الله الكلام ده من خلال، انا عارف ان الدوره مدتها يوم واحد مش كده؟ يمكن ده بدايه يعني هتروح بدايه، لكن احنا يعني لغه الاشاره دي ليها مستويات متعدده. احنا حاليا بننفذ لغه الاشاره لمجموعه من المتدربين باربع مستويات، يعني احنا خلصنا بيهم الاسبوع اللي فات ده المستوى الاول، وبعدين هم دلوقتي شغالين في المستوى الثاني، وبعد ما يخلصوا المستوى الثاني هيخشوا في المستوى الثالث، وبعدين هيدخلوا في المستوى الرابع. حتى احنا في نهايه كل مستوى بنعمل لهم اختبار كده ونشوف بنرتب يعني اكتر ناس حققوا فيهم المستوى. يمكن احنا كان يوم الخميس كنا بنحتفل يعني بتخريج المستوى الاول وكرمنا اللي حصلوا، يعني كان برضه منظر جميل ان في اول مكرر وثاني وثالث. اللي في حضرتك معلش. لا لا مش رحت للدكتور. بصوا دي سناب يعني شارك اسود، وممكن تقول سناب واتحفرت واسود. تمام؟ اللي يريحها. لا تطعيم على بوقي انا، حط على بوقي انا. التطعيم يا جماعه التطعيم مش تطعيم، اما لو قطع وراسه. وراسه ازاي؟ خليه هو وايه بمسك الجلد وبتنتشر على حسب، ممكن هو الحرق هنا وراسه. بصوا يا جماعه اهو اولاد الاثنين اولاد ودي اجيال 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 اجيال. تمام؟ اجيال بتسلم. اجيال دلوقتي شهاده ميلاد عشان التطعيم اللي بياخده في التجريح او حاجه زي كده، بياخد حقنه او حاجه كده هنا. وايه بمسك الجلد